الايفنت النهارده كان ناجح جدا، تمام، واخد اقبال كبير جدا من الاعضاء، تمام. هو عباره عن الملاحه الرياضيه، عباره عن يعني حاجه عامله زي الكشافه، وحاجه بتعرف عن طريق الخريطه، عباره عن شويه حاجات محطوطه انت توصل لها، تمام، وحسب بقى مين اللي يوصل الاول، تمام، عن طريق ان انت بتشوف الخريطه باستخدام الخريطه او البارسر. الايفنت النهارده بيلم الاهل مع الاطفال، يعني بيشارك مشاركه الاسره كلها، فدي بتبقى حاجه بتخلي التواصل ما بين الاطفال والاهل تواصل كويس. احنا لسه ما تحددش مكان البطوله، بس تمام، كل الناس اللي شاركت معانا بعد كده هنعمل لهم بطوله كامله، هيبقى فيها بقى جوائز وحاجات كتير. ايفنت النهارده مختلف عن اي ايفنت عملناه قبل كده. الملاحه الرياضيه في مننا كتير، وانا واحده منهم، ما كنتش عارفه ايه هي الملاحه الرياضيه دي. ده تاني ايفنت لينا عن الملاحه. اول ايفنت كان في مقر النادي الاهلي بالجزيره، والنهارده احنا موجودين في الشيخ زايد. الايفنت النهارده يعني انا ما كانش حالفني الحظ ان انا احضر في الجزيره، بس النهارده انا موجوده في الشيخ زايد. الموضوع رائع. الفكره اللي انا ما كنتش اعرف يعني ايه اصلا الملاحه الرياضيه، النهارده اتعلمت يعني ايه الملاحه الرياضيه، ازاي اقدر امشي على البوصله، ازاي اعرف اصلا امشي على، ابقى معايا خريطه كده وامشي عليها. حاسه ان انا رجعت طفله صغيره تاني، من انا بجري واعرف النقطه دي ايه. وهما النهارده كان عندنا 7 نقاط لغايه ما تم يعني الوصول للمنطقه اللي احنا متفقين عليها، فبجري بسرعه واشوف دي المنطقه، طب امشي ازاي، لا انا غلطت ارجع بسرعه. فالموضوع بالنسبه لي كان لعبه اكتر ما هو كان لود او ريسك انا هاخده او مسابقه خايفه منها. لا بالعكس، انا كنت الاستمتاع كان اكتر بكتير من اللي انا اكسب او اخسر. لا الموضوع فعلا كان كويس جدا، والايفنت ده انا ذات نفسي استفدت بيه قوي بصراحه. يعني هو ايفنت لطيف جدا، انا ما كنتش فاهماه حقيقي في الاول. يعني انا يعني جالي انفيتيشن عليه، اوكي، من واحده صاحبتي، وبعد كده قلت اجرب، يعني اللي هو احنا اوريدي في النادي فواي نوت يعني. بس يعني انبسطت قوي، يعني حسيت ان هو حاجه جميله، والواحد بقاله كتير ما اتحركش اصلا، ولا يعني ولا يعني احنا بنيجي النادي نحضر التمرينات بتاعتنا وناخد بعضنا ونمشي، لكن لا النهارده كان يوم مختلف بجد، وانا فعلا انبسطت. هو ايفنت النهارده يعني ما بيحصلش كل يوم، وانا عرفت اصلا بان الايفنت ده هيحصل بالصدفه يعني من عمتي وعمي اللي هم اللي فازوا المركز الاول، وكنت فرحانه قوي بانهم فازوا المركز الاول. يعني انا ومامتي وبابايا شاركوا برضو، بس جبنا المركز الرابع. يعني لا انبسطت بصراحه، يعني كانت حاجه جميله، اسره بتتشارك مع بعضها، كنت انا وزوجتي ماسكين الماب وبنقرا سوا النقط. لا كانت حاجه جميله ان في مشاركه، يعني كانت جميله، انبسطت بصراحه. كان يوم يعني غير اي يوم تاني، مجرد بنيجي في النادي ونوضع الكراسي، لا النهارده يعني كان في يعني نشاط كويس. اليوم كان حلو قوي بصراحه، واحنا انبسطنا، واللي هو كان في احنا كنا قاعدين بنجري، وكنا اللي هو روح المشاركه كانت فينا، وطبعا شوكير ساعدنا قوي. كنا اللي هو ما فيش حد اللي هو ماسك الخريطه لوحده وقاعد بيجري، كل واحد لوحده، احنا كلنا كنا مع بعض ومتفقين، وبصراحه اتبسطنا قوي. هو كان جميل وعجبني لانه كنا بنعمل حاجات كتيره انا عمري ما عملتها، فهي فادتني باني عرفت حاجات مثلا في الخريطه وكده، وفهمت ازاي امشي لو انا معايا خريطه. حلو قوي التقرير اللي شاهدناه دلوقتي، لان زي ما حضراتكم يعني عرفتوا احنا هنتكلم عن الملاحه الرياضيه، هذه الرياضه اللي بعض يعني الجماهير تحدث ان هو مش فاهم او ما كانش يعرف ايه هي يعني هذه الرياضه والملاحه الرياضيه. لكن كان معانا لقاء مع سياده اللواء من سنه تقريبا، وهو كان بيقول انا نفسي ان انا كمان يعني اتفاعل او ادخل النادي الاهلي، وحصل او قد كان زي ما بيتقال كده. والنادي الاهلي فعلا يعني نظم العديد من الفعاليات واللقاءات، وكانت مهمة جدا وفادت زي ما حضراتكم شفتوا جدا أعضاء النادي الأهلي. خلينا نرحب بسيادة اللواء مؤنس أبو عوف رئيس اتحاد الملاحة الرياضية. صباح الخير سيادة اللواء. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بيك. أنا بيكي. سعيدة والله إن الصوت وصل من خلال دي حقيقة، ما هو منبر قوي طبعا لمؤسسة قوية. واسمحي لي في البداية أنا بتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن صوتنا من خلال قناة الأهلي كان مسموع، وفتحت الأبواب من خلال لجنة الطفل ولجنه اللجان العليا للنادي الاهلي،
وليه هنقول لجنة الطفل هشرح لحضرتك، لكن اسمحي لي برضه في الأول إن أنا أشارك مؤسسة الأهلي العريقة، مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وأعضاء وجمهور الأهلوية بالاحتفال بتدشين النجمة العاشرة على فانيلة النادي. مبروك علينا جميعا حقيقة، حاجة تشرف كل أهلاوي حقيقة. ده شرف لينا يا فندم، شرف لينا يا فندم. الحقيقة إحنا حلمنا هنا من سنة تقريبا إن إحنا نطرق باب أبواب قلعة الأهلي وهو الأهلي. فأمر طبيعي أي نشاط بيزداد قوة بممارسة أو بدخوله أبواب النادي الأهلي، وبالفعل صوتنا كان مسموع وبدأ التنسيق مع لجنة الطفل برئاسة الدكتورة نداء داود، وطبعا أستاذ وليد مبروك وأستاذة سهى إبراهيم في اللجان العليا. طب المدخل للأهلي لازم يكون مختلف، ولعبتنا بتساعدنا، يمكن اتكلمنا قبل كده وهنتكلم تاني النهاردة اللي بيسمعونا أول مرة، إحنا بنمارس الملاحة في إطارين، إطار تنافسي وهو الموجود والمدشن في مصر بقاله 5 سنين، ولكن هناك النشاط الترويحي أو الإطار الترويحي والتفاعلي والاجتماعي، اللي هو إزاي اللي كل أفراد الأسرة يشاركوا في فريق واحد. حضرتك أنا أو أنت أو أي من أولياء الأمور، ابنه بيلعب سباحة خلاص ابني في حمام السباحة أنا بره، ابني بيلعب جمباز هو على البساط أنا بره، كورة هو في الملعب أنا بره، لكن اللعبة الوحيدة حتى تاريخه في مصر الأسرة جميعها تشارك فيها في فريق واحد هي الملاحة، الأب والأم والأبناء والجد، هي رياضة الجد والحفيد. وبالفعل نجحنا إن احنا حطينا مخطط لثلاث مهرجانات ترويجية للعبة في الثلاث فروع. الأول كان في أهلي الجزيرة، كان بمشاركة من 15 إلى 20 أسرة تقريبا، بمعدلات أو متوسط مشاركة من 80 ل 100 مشارك ومشاركة من مختلف المراحل السنية. المهرجان الثاني أو الجولة الثانية كانت في أهلي زايد، والحقيقة لقينا إقبال، الموضوع بدأ يسمع، وصلنا لحوالي 45 أسرة بمعدلات مشاركة من 120 ل 150 مشارك ومشاركة. الجولة الثالثة إن شاء الله وليست الأخيرة، أهلي مدينة نصر، وأنا بدعو كل أهلوية مدينة نصر يقابلونا يوم الجمعة اللي جاي في النادي الأهلي فرع مدينة نصر، المهرجان الترويجي الثالث للملاحة الرياضية في حدود الساعة 5 مساء. ونتعشى من الإقبال يكون أكتر وأكتر. اللي هنتوج ده كله بقول لهم سارعوا بقى بالتسجيل في إدارة العلاقات العامة، بطولة النادي الأهلي المفتوحة الأولى للملاحة الرياضية، وهي البطولة الأولى في مصر للأسرة المصرية. احنا في البطولة دي مش هنسجل أفراد، هنسجل أسر. حلو قوي ده، يبقى في تنافس بين العيلة، أصلا بتقرب أفراد العيلة مع بعض في نفس الوقت، يعني اللحظات بقى الفوز والكواليس وغيره بتبقى حلوة جدا، والتنافس أصلا دي حقيقة، ودي حاجة احنا بنفتقدها حقيقة في ظل التصارع في السوشيال ميديا والتقنيات الحديثة، بنفتقدها في بيوتنا. صح. احنا عايزين نلتقي في نشاط يكون محبب لنا كلنا، فحظنا حلو ان احنا لعبة فعلا، يمكن زي ما سيادتك شفتي في التقرير، من الجد للحفيد. صح. بيمارسوها وبيحبوها، وقدرنا ان احنا نوفر لهم عناصر الجذب اللازمه. يعني حلو جدا. لو هنتكلم بقى عن هذه الرياضه الملاحه الرياضيه، مستقبلها برضو حضرتك بتشوف سياده اللواء ازاي؟ يعني دلوقتي ابتدى الموضوع يتحسن جدا، ابتدى يدخل نوادي كبيره جدا زي النادي الاهلي، ف المستقبل ايه بقى اللي جاي؟ ما انا لسه كنت اسالك، المستقبل قبل الاهلي ولا بعد الاهلي؟ لو بعد الاهلي خلاص كده بتهيألي. لا بقطع، عشان كده ايه اللي هتوصل؟ وبالفعل لا بجد والله، يعني ايه اللي حضرتك رسمه لهذه الرياضه تحديدا؟ الحقيقه اقول لسيادتك بمنتهى الامانه وليس مجامله للاهلي، لكن عقب انتشار خبر تنظيم النادي الاهلي لهذه الفعاليات مع الاتحاد المصري للملاحه الرياضيه كالعادة. دي حقيقة، والسبق تأكد ببطولة الأسرة المصرية في أي رياضة هي الملاحة في الأهلي. كتير من الأندية دون ذكر أسماء بدأوا يتواصلوا معنا وعاوزين يعملوا نشاط مماثل ليهم، والحقيقة احنا بنحاول نجدولهم ضمن خطة نشاط، لأن اوريدي احنا عندنا خطة نشاط ثابتة للموسم الرياضي 21-22، فبدأنا نجدول هذه الأمور. ما هو أبعد إلى ذلك، احنا عاوزين نعمل مراكز تدريب في المحافظات عشان نضم اولادنا وبناتنا. والله لو النادي الاهلي مثلا على سبيل المثال هيحتضن النادي مركز تدريب خاص بيه وليكن في فرع الشيخ زايد، فده لاولاده تمام، لكن القاهره الكبرى عايزين نعمل مركز تدريب خاص بيها تابع للاتحاد. وده كان توجه الحقيقه بناء على توجيهات معالي الوزير الاستاذ دكتور اشرف صبحي بالاهتمام بالمحافظات الحدوديه والنائيه والمناطق النائيه، وبالفعل تمت موافقه على إدراج الملاحة الرياضية ضمن أولمبيات المحافظات الحدودية في دورته الثالثة. حلو قوي. هتتعمل في محافظة أسوان إن شاء الله خلال شهر 12 القادم، وبالفعل بدأنا وضع خطة للأدوار التمهيدية في 6 محافظات، يعني 6 محافظات هيشهدوا
مهرجانات ترويجية وبطولات مفتوحة بتمثل الأدوار التمهيدية اللي هنصعد منها أربع ولاد وبنتين من كل محافظة من المحافظات الحدودية الستة ينافسوا في نهائي الأولمبياد محافظات الحدودية. ده هيحقق لنا قواعد ممارسة كويسة. يمكن عندنا قاعة ممارسة كويسة قوي في العريش، عندنا قاعة ممارسة كويسة في بني سويف كويسة وهي بتشارك وبتمثل مصر في فعاليات دولية كمنتخب بقى هنا. بالظبط كده. لكن الست محافظات دول هيكونوا دفعة قوية. الأندية إن شاء الله لما نتواصل وننفذ معهم أسوة بالنادي الأهلي هتبقى دفعة قوية للنشاط. حلو جدا. طيب أنا عايزة أسأل بقى قبل الكومبيتيشن دي بتاعت الأسرة اللي هينافس فيها أو هتنافس فيها كل أسرة على الفوز، لازم هيكون ليهم تدريبات بقى، إزاي هتدربوا العيلة ككل؟ يعني دي برضو عايزة استعدادات. أنا محظوظ والملاحة مش على فكرة صح دي حقيقة. أصل الملاحة الرياضية المكون الأساسي فيها من 60-70% معرفي. هي رياضة ذهنية بدنية، المكون الأساسي معرفي. المعرفي ده من خلال السيشنز اللي احنا بنوفرها على صفحة الاتحاد والموقع الرسمي ممكن تعليم الملاحة. هي القصة يعني موضوع مش معضل أو مش صعب خالص. يعني ده هو جدول الرموز والمصطلحات، تمام. كل مكون موجود في الطبيعة أو من صناعة البشر ليه رمز. صعب على حضرتك ان انت تحفظي الرمز المتداول المتعرف عليه دوليا للفاز ده، ايه مش صعب. حوالي 120 رمز موجودين في حوالي 4 ورقات A4. اللاعب او اللي عاوز يمارس هيحفظهم، هيمسك خريطته هيلاقي الكنترول ديسكريبشن، بقول له عدي على السبع نقط دولت. انا بلزمه في الكورس بتاعي في المسابقه السبع نقط دول. طب الرموز بتاعتهم ايه؟ هيسترجع هيلاقي الكنترول ديسكريبشن بيقول له النقطه رقم واحد عند رمز الشجره، النقطه رقم اثنين عند رمز البرجوله، نقطه وهكذا. هيسترجع من ذاكرته الرموز اللي حفظها ويبدا يتحرك عليها بتوجيه البوصله، بيتوجه وباسرع وقت ممكن وصولا لهذه النقط، وصاحب الزمن الاقل بيكسب. طب يبقى هنا المكون الاساسي 60-70% معرفي وذهني، 30-40% الثانيه بدني. والله لو هتلعب ملاحه رياضيه مش هقول لك بالجري عشان محدش ينزعج، بالهروله او بالمشي العب بس مارس بس شارك. يبقى المكون البدني بتاع لاعب الجري. لو هتلعب ملاحه رياضيه بالدرجات يبقى المكون البدني والمهارات الفنيه للاعب الدرجات. لو ملاحه رياضيه بالتزحلق على الجليد يبقى الملاحه. وكل واحده وهكذا. منهم او كل نوع ليه استعدادات ليه استعدادات طبعا له قدراته البدنيه المطلوبه ومهاراته الفنيه. والاهم من ده كله بقى والمدخل اللي انا باكد عليه تاني مع حضرتك، الملاحه الرياضيه والمهارات الحياتيه. ده اسلوب حياه. انا وحضرتك بنمارس ملاحه رياضيه دونما ان نقصد دونما ان ندري في حياتنا الطبيعيه في تحركاتنا. صحيح. طيب لما امارسها في خلال نشاط بقى اللي انا عاوز اغرزه في ابني وبنتي المهارات والقدرات الحياتيه، وحطي بقى كتب تحت منها كمان بتعلمك قدرات ربما في حتى لو في الظروف العاديه ما بنستعملهاش، لكن في ظروف اخرى ممكن نحتاجها جدا. طبعا المهارات اساسيه فبتنمي عندنا هذه النقطه. دي حقيقه. مهاره على اتخاذ القرارات، قدره اتخاذ القرار، اداره الوقت، اداره الازمات، تجنب الازمات، الاختيار ما بين بدائل، مهارات كثيره، الثقه بالنفس، التعاون، احترام الاخر، كل ده كله بيتم ترسيخه من خلال ممارسة الملاحة. كله بيبقى بين اللاعب وخريطته وملعبه وهو بيمارس اللعبة. سيادة اللواء حضرتك يعني أكيد ليك باع كبير في هذه الرياضة برضو، لو أتكلم شوية عن الباك جراوند بقى بتاعك سيادة اللواء. لا هو الحقيقة الباع مرتبط بحياتي وخلفيتي العسكرية. أيوة. لأن زي ما احنا قلنا من سنة، وزي ما كل مرة هقول اعتمادا أو اعتبارا أن المشاهد بيشوفني لأول مرة، هي في الأساس الملاحة الرياضية هي في الأساس رياضة عسكرية بتمثل أحد أهم مهارات الفرد المقاتل. وأنا وكل ضباط القوات المسلحة وصف ضباط وأفراد القوات المسلحة مارسوها، لأن مهارة أساسية. أنا هتحرك إزاي في مسرح العمليات أو في الجبهة من غير البوصلة والخريطة؟ ونظرا لها أهمية هذه المسابقة وهذه المهارة، كل جيوش العالم نظمت وتنظم ليها المنتخبات والمسابقات. الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية بينظم ليها بطولة العالم للملاحة الرياضية بقى أو العسكرية. أيوة. لكن انشقت منها أو خرجت من ملاحة، من عباءة الملاحة العسكرية البرية العسكرية دي، الملاحة الرياضية للمدنيين سنة 1932 لما منتخب ألعاب القوى للدنمارك اتدرب مع المنتخب العسكري الملاحة وراقت ليهم اللعبة زي ما سمعنا في التقرير. أنا قد إيه كنت سعيد بالتجاوب الإيجابية في المشاركه والولاد والبنات والاسر. صحيح. واعمار مختلفه، وأعمار فعلا مختلفة. وكمان اللي عجبني الاطفال اللي كانوا بيتكلموا. وانا عاوز اذكر مدام هقابلها بعد بكره في مدينه نصر 72 سنه.
الله. فردوس، مدام فردوس بجد، مدام وبتشارك فردوس. وحريصه ان وكانت حريصه جدا وحققت النقط صح. يعني هي شاركت معانا في فرع الجزيره المركز الرئيسي، ووعدتني ان هي تستقبلني، هي ساكنه هي واحفادها بقى واولادها في مدينه نصر. قالت لي هعمل لك الحج اللازم وهتلاقي كل مدينه نصر جايه تلعب ملاحه. حلو جدا، بحييها. وكتير من مراحل السينما مصر، فلما المدنيين لعبوها مع العسكريين راقت ليهم، فقرروا ان هم ينفصلوا ويعملوا ليها اتحاد لوحدهم. وقد كان اول بطوله مدنيه خالصه سنه 32، تاسس اتحاد دولي 60، اول بطوله عالم 64، لغايه لما وصلت ليها مصر في الاطار المدني في الشكل المدني بالملاحه الرياضيه، كان في نهايه 2015 على يد الراحل العميد دكتور تامر مهنا. الحقيقه كما اي مؤسسه، المجلس الحالي هو استمرار وتواصل وتعظيم لنجاحات المجلس أكيد السابق. أكيد. حقق رحمة الله عليه إنجازات لا حصر لها في وقت قصير جدا، وإحنا تولينا الراية بعد منه، وبنحقق لمصر مش لأسماء، لأن لما جمهورية مصر العربية ممثلة في الاتحاد المصري للملاحة الرياضية تفوز بجائزة التميز الدولي في وسط 120 دولة حول العالم بتمارس ملاحة من سنة 32، واحنا بدأناها 2015، فده إنجاز ما بعده إنجاز. صحيح. وكان على إيه بالمناسبة؟ الأسلوب الأمثل للتعاطي مع أزمة كورونا، ولادنا وبناتنا اللي قعدناهم في البيت وقعدنا العالم كله قل له اقعد في البيت وماذا بعد؟ فكان خطتنا للتعامل مع هذه الأزمة هي دي اللي أهلتنا للحصول على جائزة التميز. كلام جميل جدا، ويعني ربنا يوفقنا دايما احنا نقدر نعمل كل حاجة كويسة ان احنا نستحق ده. شكرا ليك جدا يا سيدي. إن شاء الله يا فندم، وأنا اللي بشكركم، وإن شاء الله قريبا من خلال منبركم برضو هنخش الأهلي كنشاط رياضي مش نشاط اجتماعي بإذن الله. كل التوفيق ليك يا فندم. بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا. كده الأسبوع خلص، يتجدد اللقاء إن شاء الله، وكريم بقى هينضم معنا من يوم الحد الجاي وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. مع السلامة.